وشرائيه من السجن وغادي يديرين فيها الجار ما بغاوهاش تكون هي غادي تكون. واحد عنده الفلوس غادي يخلص 3000 درهم في النهار وواحد ما عنده فلوس غادي يخلص 50 درهم في النهار. 300 دولار مضروبه نديرو حنا هي عام 100 مليون غادي يخلص على ود عام. يعني انا دخلت على بنكه سي وهبي قال لك بلا ما يولي شري السجن. هاي 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 زاكستر. ثم قلنا المراقبه الالكترونيه هو البراس الالكترونيك، وهذا الموضوع ديال القيد الالكتروني هو انه كاين واحد مجموعه من الحلول. مثلا رجل اعمال دار جريمه الى ديتو للسجن وعنده شركه فيها 200 واحد غادي تطيح ديك الشركه غادي تنتهي. ايوا عنده شيك بدون رصيد غادي يدير السجن ما يتخلص حتى شي شكل هذاك ولا اللي جاي يجي من بعده. ولكن حتى دير ليه واحد براس الكترونيك تنقول ليه غادي تمشي من الدار للخدمه ديالك للمكتب ديالك في الاورديناتور عند الشركه والمؤسسه اللي متبعه تيبان ليها بالرقم ديالو غادي كيتمشى. الا خرج من هذاك الخط اللي عطاه القاضي كيردوه للحبس ديك الوقت. عندنا مثلا واحد الشخص كيعتدي على الزوجه ديالو قلنا له ما تبقاش تمشي للدار تنحلوا هذا المشكل كنديروا له براسي الكترونيك باش غير كيقرب للدار كيتبلغوا الامن وكيجيو تيبان بانه غادي الاتجاه ديال الدار ديالو انا داك هذاك شكون كيعيط للامن كيمشيو الامن بسرعه باش يعتقلوه. الان لقينا كاع وسيله اخرى عطاوها لينا واحد الشركه بآلة صغيره تحسبوها بشي 10 درهم في النهار كديرها المراه تجيبها ولا في الصاك الا شافت الرجل ديالها كيعتدي عليها او الشخص كيعتدي عليها يمكن تضغط عليها مباشره الشرطه تعرفها فين كاينه وكيجيو ديك الساعات انا عاود لكم واحد الموقف باش تعرفوا ما تيجيوش ديك الساعات. واحد المره كان تحرق لنا واحد البيت في الدار اسيادي ايوا كنا كنساينو البومبيه عيطنا البومبيه باش يجيو على البومبيه كاين حريق واش يمكن لكم تجيو حنا جايين دابا تو دو سويت جوج دقائق غير كنتسناو وشبكه حريق في البيت ديالنا شبكات شكون يطفى داك الحريق اللي كان عندنا في البيت يا ترى خمينو شكون ولاد حومه الله يجازيهم بخير واحد كلشي عاوننا باش نطفاو شي نص ساعه مساكن هما تيطفاو في العافيه وما تنعاون خويتي عاون الواليد ولاد الحومه تخيلوا شي 30 واحد في الحومه تيحاول يطفي داك النار اللي تماك باش طفينا العافيه واذا بهم تيجيو غيزالوا الاطفاء ديك مواقع بس تا يموت بنادم حنايا عاد غادي يجيو غيزال الاطفاء. ما هذا يا ترى واش في نظركم دابا باش شي بنت اي ضربه لا غادي يجيو البوليس في الحين ولا يجيو رجال الاطفاء في الحين؟ لا اظن ذلك. البوليس يجيو بكري الصراحه ولكن رجال الاطفاء ما تيجيوش بكري. كذلك ممكن نمنعو يمشي لاماكن معينه بحال يمشي لدارو يمشي لمكان الجريمه وراه في الحيطه دير له البراسلي الكترونيك راه تيبان لك فين غادي وفين جاي. السجل الجزئي دخل السجن واحد المرحله خصنا نفكروا انه يمشي مثلا يمشي في النهار يخدم وفي الليل يجي بات السجن الى غيرها من الوسائل. السجن ديالني هاك اسبوع يعني السجن غادي يولي بحال شي اوتيل غيولي يجيب بنادم يسكن فيه يمشي بالليل وفي النهار يمشي يخدم. علاش؟ حيت عنده شركه حيت رجل اعمال. يعني الجرائم غادي يكثر رجال الاعمال يوليو ماكينين نهب شبكرو يمشي يخلص واحد الرشوه فهمتيني يخلص واحد الرشوه ويدوز واحد المقدار ديال السجن غير بالليل غيولي يمشي غير الناس في السجن ويخرج. هو لوجيك بغينا نشجعو نمشيو اكثر. انا كنت زرت شي دوله وبقينا بان القاضي كيحكم على شي واحد السجن تجلس معاه في المكتب كيتفق معاه انت بغا يدوز السجن. اها تقول له دوزو في شهر اوت ولا دوزو في شهر سبتمبر باش يدير له البلاصه في السجن ما يتزاحموش وباش كيسهل له في حياته انه يقضي العقوبه ولا ما تاثر له في حياته. اها سي وهبي انا ماشي وهبي باش نجيبها بكان ابي. اسمع مزيان هاد اللعيبه هادي. شكون اصدقاء يدخل معايا على شي بنكه خلوها لي في انستغرام هنايا اللي بغى يدخل معايا على شي بنكه مرحبا. سمعوني الخطه كيفاش تكون. اسمع سيدي ندخلوا على بنكه نضربوا العلاقه غادي نقسموها ولا بلا ما نقسموها انا اللي ندخل على الكرا نقول لهم انا اللي درت فهمتي باش نتوما ما تزرفوش معايا حتى انا ما بغيتش نزرفكم. فلوس غادي نخبيهم غادي ندور روحه الحركه فهمتي باش ما نضربش الحبس كامل نضرب غير النص. انا نصايب ورقه ديال رجل اعمال وانا رجل اعمال اونتربرونور زاكستر لايف وانا نولي نمشي نعس غير بالليل في السجن ونخرج من ضربي الفلوس من معاولين الدوله فهمتي وي عندك يديروا لنا شي تكوين عصابه اجراميه بغيت نضحك الشرطه بغيت نضحك احتراماتي البنكات ما قدرتش نوصل لهم فيهم الزوايات هذا ما قانون ما والو هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم فهمتوا ما قانون ما والو تعترشق عليا نقول القاضي شوف القاضي ما بغيتش انا ندوز السجن في الصيف نديروا الجريمه مثلا في شهر خمسه نقول له الشهور ديال الصيف ما بغيتش نضرب انا الحبس خليني نتسركل نخسر فليسات نمشيو نتسركلو كاملين نقول له ادخلوا معايا على الكرا كاملين نفلكم حتى الشتا مع راساتي عاد نمشيو نضربوا الحبس مزيانه
تلقاو مع ولد قريه تماك، حتى ولد قريه غادي يرجع عقلو، ولد قريه هو غادي يرجع للسجن، حيت هذا قانون زوين، لبغاتي يضرب فلوس من ادسنس، وكمزيان عليه، غادي يرجع، غادي يدير شي زبله، اكثر الزبايل. المسطرة الجنائية راه ماشي في اللمسات الأخيرة، في الإجراءات الأخيرة لإحلال الحكومة والعقوبات البديلة، والعقوبات البديلة تنقول بأن المساعدين الاجتماعيين غادي يلعبوا دور كبير في العقوبات البديلة، أنهم يتبعوا تنفيذ هذه العقوبات هذه، ويكونوا بجانب القاضي تنفيذ العقوبة، أعطينا دور كبير للقاضي تنفيذ العقوبة لأنه غادي يشرف على العملية هذه، ويمكن له يغير الإجراء، معناها إذا حكم القاضي مثلا أن العقوبات البديلة حكم القاضي بثلاث شهور الحبس ويعوضها بعقوبة بديلة، يمكن يجي القاضي تنفيذ العقوبة ويغير هذه العقوبة البديلة، إذا قال له تمشي تشطب البلدية يقول له سير شطب التيران ولا سير، معناها الإجراء عنده هذه السلطة، أعطينا هذه السلطة باش يغيروا حسب الظروف، ولكن المساعدة الاجتماعية غادي يلعبوا دور كبير في هذا الشيء، غادي يلعبوا دور كبير، لأن أولا عندنا النساء غادي يكون عندهم الحظ الأوفر في القضية ديال العقوبة البديلة، وفيها تجوج القضايا اللي كان فيها نقاش كبير داخل المجلس الحكومي ولا الآن داخل البرلمان ولا الصحافة، جوج الأمور وهو قضاء العقوبة بالبيت وشراء أيام السجن، وغادي دايرين فيها ضجة ما بغاوهاش تكون، هي غادي تكون عقوبة داخل واحد حكمت عليه بعام ست شهور، حكمت عليه المحكمة بعام ست شهور، ما عندي مبرر ندي للسجن، نحطو في دارو ما يخرجش من دارو، ندير براسي الإلكتروني كيبقى ديك ست شهور في دارو. كيفاش ما كاينش حتى شي مبرر باش ندي للسجن؟ دابا حيت السجون عمره قالوا اجي نوضو ما ندخلوش بنادم للسجن، يعطينا الفلوس الدولة تستافد اكثر، ماشي بنادم اللي يستافد من السجن وياكلنا الماكله ويناس فابوا، لا اجي نقلبوها. كيفاش ارجع غير ما يكثروا؟ واش صحاب حنايا في نيوزيلندا؟ انا ماشي في نيوزيلندا، دابا انت وزير وعدل ياك، وهذا الشيء هذا تدير فيه راه ماشي عدل. وانا نقول لكم علاش، كملوا الفيديو، حيت كاين واحد القانون على ان اللي غني غادي يخلص فلوس مثلا 2000 درهم من النهار ولا 3000 درهم من النهار، واللي فقير يخلص واحد 100 درهم، باش نديروا عمليه حسابيه، عندك سيدي 3000 درهم نديروا حنا 300 دولار باش نعرف نحسب مضروبه، نديروا حنا هي عام هاد المجرم لاباس عليه غادي يخلص هي عام 3000 درهم من النهار، يعني 365 يوم تتساوي، شوفوا الاصدقاء شحال تتساوي، 100 مليون و5000 درهم، 100 مليون غادي يخلص على ود عام، يعني انا دخلت على بنكه غادي ندخل على واحد 50 مليار، دونك انا فقير ياك نخلص انا هي 100 درهم نقولوا يعطوني شحال، يعطوني 5 سنين، انا عندي ما عنديش مع الحسابات، دونك غادي نقمر ندير 3 4 تسعود 900 يوم 5 سنين، يقولوا مثال عندك سيدي هي 96000 درهم، هي 9 المليون، ويلي مخيره وهوته هذه، هادشي علاش القلب انايا، علاش انا مشيت قريت ومشيت دبرت في خدمه وخدام وتمارا، ويلي على هوته اغلي العاقه، اخي كلشي يدير فلوس في المغرب ويا زيد، ويلي يتحمل النقر ديال شي واحد اخر غير يجلس هذاك شغله، ولكن غادي يبقى في دارو تحت المراقبه باش يبقى في دارو حدا ولادو وكذا يكون يقضي العقوبه تما، شراء العقوبه وهنا غادي تكون، هنا غادي تكون المساعدات الاجتماعيه، لان ما نصيفطوش الراجل لدارو براسل الكترونيك ولا المراه لدارها براسل الكترونيك وما نراقبوش ليا الوضعيه، وعندنا جزء اخر براسل الكترونيك اللي في العقوبه البديله الى تطرح لنا قضيه تعنيف النساء من طرف زوج صار من عين يدخل لدارو، لانه راه ماشي الدار كيتكتب في الصحافه واللي كتكلم عليه الدار، ما بغيناش نعطيو دار للمراه اساسا وقبل كل شيء بغينا نعطيوها للاطفال، ولان الاطفال دائما مرتبطين بامهم خاصه كانوا صغار، فطبيعي جدا انها تكون تبقى مع ولادها في الدار، الدار حتى تكون تقول لا غايحيد الدار ويخرجوا الرجال ويجيبوا النساء شي كيكتبوا الصحافه، انا ما عندي مشكل في هذا الموضوع، المشكل اللي عندي فيه هو انه انا غير قول لي الطفل فين نديرو وكيفاش نحمي الطفل، وانا ما عندي مشكل، ولكن اتفقوا على الطفل غادي تدير وزاره الاطفال واش نقبلوا ان الطفل وقت ما وقع العنف نخرج هو المراه مع الطفل ديالها من الدار او نحافظوا عليها في الدار مع الطفل ديالها، لان الطفل هو الاساس هو الهدف هو المعطى، شوف راه الكبار كيحلوا مشاكلهم راه الصغار اللي ما كيحلوش مشاكلهم، اما الكبار يدابزوا اليوم يتخاصموا غدا يديروا العنف اليوم يتصالحوا غدا هذوك يحلوا مشاكلهم، ولكن الاطفال راه ما كيحلوا مشاكلهم، الاطفال كيدوا عقد طول حياتهم الى ما انتهت في انتحار، لذلك هذه القضيه ديال المساعده الاجتماعيه انها تمشي تزور المعتقل بالبيت تمشي تشوف البراسي الالكترونيك واش كيأثر على عمل المراه ولا عمل الرجل اساسي جدا، وكنهضر على المساعدين والمساعدات راه ما كنهضرش على المساعدات فقط، لان ما فهمتش انا واحد المنطق كاين على انه المساعد الاجتماعي راه مؤنث، شكون قالها لكم؟
راه فيه المؤنث وفيه المذكر في كلشي كيشتغل بعض الموضوع كذا. الان عقوبه البديله وتطرح القضيه اخرى اللي انتم كتعرفوها ماشي الموضوع ديالها هنا، وهو القضيه تاع شراء ايام السجن اللي خلقوا فيها انت واحد محكوم 6 شهور دوز 3 شهور وخلص 3 شهور وخرج. في نظرك يا سعادة الوزير، سيدي الوزير هذوك المجرمين اللي تيسرقوا، واش في نظرك عندهم 100 درهم في النهار باش يخلصوا عليك في السجن؟ لا اعتقد. علاش؟ شكون كانت عند هذاك المجرم 100 درهم اللي داخل الحبس ما كانش غادي يمشي يشفر 100%. دونك اللي عنده هذا ماشي عادل بالنسبه لي انا، ماشي عادل بالنسبه لبزاف ديال الناس، مصلحه غير للدوله. هذا رايي ديالي، حريه التعبير، نعبروا مع راساتنا. ما تشاورتوا معنا؟ واحد عنده الفلوس غادي يخلص 3000 درهم في النهار، وواحد ما عنده فلوس غادي يخلص 50 درهم في النهار، شنو المشكل؟ 50 درهم 20 درهم، المهم كنديروا ليه واحد القيمه ماليه، كيدير على القاضي حسب الامكانيات الماليه ديالو، تدير واحد القيمه الماليه باش يشعر بانه ادى واحد المبلغ وتحملوا باش يمكن يحصل على حريته. واذا اخل بالتزاماته رغم انه ادى ثمنها يعود للسجن لقضاء العقوبه كلها، بحال الفرج المقيد، غنطلقك غادي تخلص، غادي نطلقك، ولكن لا درتي فعل اخر او لا درتي نفس المشكل غادي ترجع وتقضي العقوبه اللي حيدنا لك ديك المره خلصتيها. الفلوس كيمشيو للدوله ما يرجعوش لك، ولكن غادي تعاود العقوبه كلها. وطبعا وإلا عندك فلوس بطبيعة الحال تتخلص عاوتاني النص، وإلا عاوتيها وي غدا درنا فيها شروط، منها أنها ندفعوهم لحواض باش تقول لي سير تصالح، لأنه يمكن يمشي يتصالح الآخر ما يتصالحش ونحلو، ولكن إذا كانت المصالحة ولا إذا كانت شي حاجة من هذا القبيل ممكن ناخذها بعين الاعتبار. ثانيا أن هذه الحالة هذه لن يستفيد منها إلا مرة واحدة، ما يكونش كل مرة يدير شي مصيبة يقول لك نشد الحبس، ما عندناش لوطين. واحد المرة دوزناها لأن قلنا نعطيك فرصة في الحياة، المرة الثانية ما ماما اجي السيدي قال لكم هذا المقاول، اسمعوا لي عاوتاني، قال لك هذا مع هذا المقاول واقيلا تيخدم مع الدولة، خدام مع الدولة، أنت معانا ولا معاهم؟ بغينا غير نعرفوا المقاولين أو تيجيو من وكنشوفوا دول بحال الامارات، دبي ما كاينش الاجرام، باش بالتكنولوجيا غير بالكاميرات، ما كاينش اللي شفر، كلشي عارف راسه مراقب. لكن هاد الاكتضاد ديال السجون ادى لهاد العقوبات البديله، وهاد العقوبات البديله غادي اديو على استعمال هاد التكنولوجيات الحديثه، يعني راه امر ايجابي. وكان انا كنقول انا ما انا ضد، وعلاش المهم هذا غادي تكتبوا له انتظروا اسيدي، علاش انا ضد انت مع وانا ضد؟ علاش؟ لان الغني هو المستفيد الاول من هاد القوانين والدريات اصدقائي، حيت كون كان عند هذاك اللي كيسرق 100 درهم كون كانت عنده والله ثم والله ما غيقريسي، وبالتالي وهادشي هذا اش كيتسمى؟ اعاده الاندماج لا عادله ولا متساويه، يا اما تساويوها يا اما بلاش. وسيدي عاد غادي تزاد الرشوه بالنسبه للاهل السجين والقاضي، يعني باش القاضي يحكم على السجين بالاعمال الشاقه او السجن خاص العائله ديال السجين تعطي رشوه للقاضي. تأهيل السجناء ما تيبداش بحال هكا، كيبدا بالتعليم القيم الاخلاق فهمتي، وتوفير العلام اصدقاء. شي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، تشاو ميغو، نتلاقاو في شي فيديو جديد. ماتش لوف، هادو كيتيدير بزو كور طلع ورق.